يلا أنا بستأذن. أبروك ما ياج، إن شاء الله تشوفينا معرس. مشكورة على العنوة، ما قصرتي. العفو، ما سويت شيء. يلا خالتي أنا وصلت. لا حبيبتي، ما لا داعي، خليك قاعدة مع أهلك، أنا تدري. مشعل يا حليلك، هذه مديرتك؟ اي انا مديرتها بالمحل، ولما مشاعل قالت لي ان حماتها ولدت حبيت اجي واوجبها. صراحه مشاعل تستاهل، ذراع اليمين بالمحل وما استغني عنها كلش. بعد عمري استانس لما احد يمدح مرت اخوي. خوش كلام والله. اول مره اشوفك كذي تعرفين تعاملين مع الكبار وتحترمين، ما شاء الله عليك. ما عرفتك. ما شفنا من مشاعل إلا كل خير، والنعم فيك مصالح. عاد أنا دائماً أمر المجمع اللي في محلكم، بس ولا مرة زرتكم. لا كذي بزعل منك، لازم تين وليتي تعالي سألي عني عشان أعطيك خصم خاص. اتفقنا؟ دام في خصم أكيد بي، بس أنا ما أدري ليش حاسة إني أنا شايفتك من قبل، بس ما أدري وين. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك من الشر. تطلع بسلامة إن شاء الله يبا. الله يسلمك يبا. شفيك شفيك صاير؟ شفيك متوتر؟ لا سلامتي سلامتي. لا عندكم حريم، أنا بقعد برا. إي وأنا أقول أحسن بعد قاعد برا. يلا عندنا حريم. لا اطلعوا نادوني. ها؟ إي 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 إن شاء الله. روح بس. روح ما أدري شفيك. مشاعل قومي. وما اشوف المديرة تشرب. ان شاء الله ان شاء الله خالتي. هلال هلال سعد، ايش اللي سويتي؟ ايش اللي غبرتي؟ هو سويت ليش شي معصب؟ كل هذا سويتي؟ اللي قالش تعالي زوري بنتي بس حق المشاكل يعني؟ ها؟ ايش دعوة سعد؟ ما يستاهل هذا كله. وبعدين لا تخاف، ما حد يدري. قلت لهم ان انا مديرة مشاغل وياي اوجبها. تبي الصجعات؟ كان فيني فضول اشوف مرتك. حالتها حالة للشي مسوية بعمرها. حاملة نفسها، ما ادري شلون صاير شكلها، ولسانها طويل. صراحة عذرتك. معذور؟ الحين معذور؟ معذور، وأنا اللي أقول عنك إنك العاقلة اللي تقدرين الأمور، اللي تازنين الأمور، تسوينها سواتي. الله يبارك.